واحد بيقول انا ابن الزوجة الثانية واريد ان ادخل الدير، فذهبت الى احد الاديرة فقال لي احد الاباء الرهبان ليس لك رهبنة لانك الزوجة الثانية. لا يمنع ان واحد يترهبن وهو ابن من الزوجة الثانية، لا يمنع. ربما الراهب ده يقصد عن رسامة الكهنوت، لكن الرهبنة حياة واحدة وصلة. اي انسان حتى ابن الثالثة او الرابعة يترهب في